رحالة الملك عبد الله المغفور له بإذن الله، يعني قام وقدم خدمات جليلة على المستوى العالمي والمستوى العربي ومستوى المملكة العربية السعودية. كل الشعوب بتقدر له جهده في لم الشمل وفي مكافحة الإرهاب. أهل الجيزة أطلقوا اسم جلالة الملك عبد الله على أكبر محور مروري. محور الملك عبد الله محور رئيسي بيخدم أهل الجيزة، وعندما يطلق عليه اسم محور الملك عبد الله فهذا تقدير من أهل الجيزة لما قدمه لأمته. نسأل الله له الرحمة وحسن الجزاء عما قدم لنا جميعاً.